ما يميز بيئة الريف أنها مليئة بالخيرات الطبيعية التي توفر لسكانها ما يحتاجونه من ماء وغذاء. المبهاء إحدى قرى ريف جبل حبشي التي تتميز بمناخ بارد ومحاصيل زراعية متعددة. في زيارة لها استغرقنا ساعات ذهاباً وإياباً بسبب وعورة الطريق التي أعاقت وصولنا بسهولة، مما اضطرنا لتكملة بقية الطريق مشياً على الأقدام. تحدث إلينا مبارك الوهابي أحد سكان القرية عما يعانيه أهالي قرية المبهاء. سببت لنا وعورة الطريق بنقل الخدمات، صعب نقل الخدمات من المدينة إلى القرية، ونضطر لو في مريض يعني يوصل المدينة وقد هو يعني بحالة يرثى لها، لو مريض يمرض مرضين إلى المدينة، وصعب الخدمات من البر والغاز وغيره وغيره، بتصل عندنا دبلين من المدينة. ثانيا الماء، صعب الماء لأنه بشحات المياه الأمطار أيام الشتاء يعني نضطر للذهاب لمناطق يعني مسافة 2 كيلو كيلو ونص من منطقة القرية للبحث عن الماء. يناشد الأهالي الجهات المختصة والخيرية لمساندتهم لاستكمال تعبيد الطريق. نحن أهالي قرية المبهاء نطالب الجهات المختصة المعنية وجميع مسؤولية الدولة من أعضاء مجلس الرئاسة والحكومة ومسؤولين والجهات المختصة ممثلة بالسلطة المحلية بتعز بالمطالبة بخدمات القرية، من خدمات صحية، من خدمات طريق، من خدمات ماء. يعني القرية هذه موقعها استراتيجي ومحروم من كل الخدمات، وكأنها لم تكن من قبل حبشي، ولا كأنها منطقة منعزلة عن تعز تماما. احنا الاهالي قرية المبهاء نعاني من وعورة الطريق، يعني حتى المريض يعاني اعتبارا من مشاكل والسيارات كذلك، ومعنا احجار موجوده نريد يعني من صانعين المعروف او صانع والفاعلين الخير ان يساعدوا كل المواطنين في الطريق هذه للرصب لكي تسهل يعني اعتبارا لكل الوعر. لقرية المبهاء موقع استراتيجي مهم، فهي تطل على مناطق متعددة كالربيعي وقرية الوافي ونهاية جبل صبر ومناطق أخرى عديدة. منطقة دار الأكمة، الهداوي، الحيمة، منطقة المعلبة، قرية المسجد، الراسية، الظهرة، الكريفة، مناطق كبيرة وواسعة. يقول الأهالي هنا أن بعض الأشجار التي تتواجد في المنطقة كانت تستخدم في الطب العربي. تعبيد وإصلاح الطرقات في الريف هي إحدى أمنيات الريفيون التي يرجونها، فلوعورة الطريق قصة معاناة تروى كل يوم من خلال المشاهد التي تتكرر. لبرنامج صباحكم أجمل، سالي المخلافي.